دايما الثورات والحروب بيجي فترة أبسر عبس، وده اللي حصل لنا بعد الثورات اللي حصلت دي، لو هنسمي ثورات، وبعد الدم الكتير اللي حصل اللي احنا يا مصريين مش متعودين عليه. وبعد كده فبيجي فترة الأبسر، وبعد كده بتيجي فترة الرومانسية. احنا دلوقتي يا مصريين محتاجين الرومانسية، واي حد هيعمل رومانسي هينجح. يعني انت شايفه ان دلوقتي الناس في حاجه لحاجه تصحي مشاعرها؟ مش تصحي، هي مشاعرها موجوده، ما ماتتش خالص، بس طب ده بالنسبه للناس، بالنسبه لندى بسيوني، لناس كتيره قد تكون شافت الحب او اتعلمته من حاجات هي عملتها. ايه الحب في حياتها؟ انا الحب في حياتي هو اساس كل حاجه في الدنيا. يعني انا ما اعرفش اعمل خطوه اذا ما كنتش حباها، ما اعرفش اخش المطبخ اطبخ لو انا ما بحبش، يعني لو انا مش حابه ان انا اخش اعمله، حتى الساندوتش اللي بعمله الصبح. الحب عندي لكائنات ربنا كلها ومخلوقات الله. انا مثلا من الناس اللي بحب الهوا، بس الهوا ده انا بحبه، ولما الدنيا تبقى حر بقعد اتكلم الهوا. يعني ممكن نسمه لو سمحت، نسمه كده بس، عشان والله واحنا خطفين ساعات بعمل كده. يعني بحب الكون، بتامل في الكون. لان انت كائنه نهاريه ولا كائنه ليليه؟ نهاريه. نهاريه مش فنانه انت بقى؟ لا لا، الفنانين لازم بيقول لك لازم يصحى بالليل وينام الصبح وحاجات كده. لا لا، انا كائنه نهاريه، يعني انا كائن نهاري، بحب الفجر وبحب فجر. فجر تبقي لسه ما نمتيش ولا فجر تبقي نمتي وصحيتي؟ لا، بنمت وصحيت. اه، يعني بحب الصبح، احلى وقت للجو حتى هو الصبح. ده في حياتك العاديه؟ وبحب كائنات الله ومخلوقات الله، الحيوانات كلها بحبها. انت من مربي الحيوانات؟ اه، غاوي قطط. بتاعتي ومش بتاعتي، يعني انا لو مش بتاعتك يا فاتحه ملجا ولا لا؟ يعني لو لقيت حيوان موجود او مخلوق من مخلوقات الله موجود والناس بتوعه مش مهتمين بيه وحاملينه، بهتم بيه اكنه بتاعي. وساعات بتعلق زياده عن اللزوم يعني، وبتتاذي مشاعري في الحاجات. الحب بقى، اللي هو الحب بقى في حياه ندى بسيوني، انت اتجوزتي مرتين طبعا، جوازات صغيره يعني. جوازات صغيره طبعا، الاولى الفنان فناء شافع، بابا كان استاذي وانا في سنه ثالثه، وانفصل. قصه طبعا اللي هي معروفه، وهو والد بنتك. وبعد كده اتجوزت المخرج الرائع الله يرحمه شريف يحيى، كان رومانسي جدا جدا في الحقيقه. يعني ده من، يعني الراجل ده من احسن الرجاله اللي الواحد شافهم في حياته الله يرحمه. هو ده اللي كان حب في حياتك؟ تقدري تعتبريه الحب الحقيقي في حياتك؟ كان حب قوي قوي، وهو كان انسان رائع ورومانسي جدا.